ميز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر القرار الاتهامي الصادر بحق الوزير السابق ميشيل سميحة لكونه قد منع المحاكمة عنها في المادتين 274 و308 من العقوبات. وقد برر صقر قراره بالنسبة إلى المادة 274 لكون سميحة قد أقدم على الاتصال بضباط أمن غير لبنانيين بهدف التعرض لأمن الدولة الداخلي، وهو ما ثبت حصوله بالصوت والصورة. أما بالنسبة إلى المادة 308 فقد ثبت وقوع الأفعال الجرمية التي تشملها، لا سيما أن سميحة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف الحض على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين واستهداف مسؤولين سياسيين.